يتحذرون دفع رسوم محلية، والمواطنون يعبرون عن غضبهم لقرار المعتمد ويطالبون بالعزل. حزب المؤتمر الشعبي. هلو، لدي قضية قتل لأحلها، لكنها غريبة، غريبة جدا. أشعر أنها شيء أكبر. هذه القضية كلها تشم رائحة السمك من مسافة بعيدة. هناك شيء ليس على ما يرام. كان هذا الرجل متورطا في تجارة غامضة، تجارة الآثار، التهريب والشعوذة. لهذا السبب يتصل بك. هل يمكن أن نلتقي؟ بالطبع، سأرى ما يمكنني فعله. هناك شيء هنا، كائن ما، لكنني لا أعرف ماذا يريد. هذا ليس شيطانا عاديا، ليس لديه شكل أو هيئة. يصبح ما تخاف منه، يكشف روحك، يعرف مخاوفك، يريد أن يمتلك روحك وجسدك. لا يمكنك قتله أو جرحه. ما هذا؟